فأكثر شيء كنا نتابعهم بالتلفزيون، لكن فضل من الله يعني في ذيك السنة مايكل إيفري ذاك الوقت كان تدري قبل أكثر الطرق كانت الطرق اللعب اللي هي الإنجليزية. إذن الكابتن عادل صلبوخ، الحديث عن المرحلة السنية وأيضا نادي كاظمان، بالمقابل ودنا نتحدث كذلك عن المنتخب الكويتي. متى مثلت المنتخب الكويتي لأول مرة؟ أول استدعاء كان لي مع المنتخب كان في موسم 89-90 تحت 16 سنة. تمت تصفيتنا في ذاك الوقت في شهر 6 سنة 90. نعم. وغادرنا إلى معسكر هنغاريا في تاريخ 3/7/90، فترة شهر تقريبا. فاستمرينا هناك في المعسكر استعدادا حق تصفيات كأس العالم للناشئين في ذاك الوقت. نعم. فانتهت فترة المعسكر في تاريخ 1/8 ورجعنا الكويت يوم الأربعاء 1/8. نعم. وكلنا على اساس راح ندخل معسكر ثاني، ولكن كان يبدي من يوم الجمعه. كان معسكر داخل الكويت. داخل الكويت، معسكر داخلي يبدي من يوم الجمعه. نعم. لكن للاسف يوم الخميس اللي هو 2/8/90 صار الغزو العراقي الغاشم. واللاعبين كل من اللي موجود بالكويت واللي طلع برا الكويت. نعم. فما شاركنا في هذه التصفيات، لكن بفضل من الله والحمد لله تم تحرير دولتنا الحبيبة في سنة 91، وتم استدعائنا في ذاك الوقت إلى منتخب تحت 19 سنة لتصفيات كأس العالم للشباب. وغادرنا إلى معسكر في القاهرة، وبعدها من القاهرة اتجهنا إلى السعودية. كانت التصفيات في السعودية في الطائف، وكانت مجموعتنا السعودية والبحرين وعمان. نعم. ولعبنا التصفيات وتأهل منها المنتخب السعودي، كان فريق واحد بس يتأهل من المجموعة إلى التصفيات النهائية الأخرى. وفي موسم 92 او موسم 92-93 شاركنا منتخب الاولمبي في بطوله كاس الشهيد فهد الاحمد، الدوره التنشيطيه اللي كانوا يسمونها. نعم. في موسم 94-95 كنا بين فتره وفتره ايام المدرب الاوكراني لوبونوفسكي نلعب مباريات تجريبية. في 95 لعبنا التصفيات الرسمية لبطولة أتلانتا سنة 96. نعم. وهم كانت في مجموعتنا السعودية وسوريا، ثلاث فرق ثلاث منتخبات، فكانت نظام التصفيات أول المجموعة هو اللي يتأهل. خذينا المركز الثاني في المجموعة، فتأهل المنتخب السعودي إلى التصفيات النهائية. نعم. في موسم 95-96 تم اختياري حق المنتخب الأول، بس كنت يعني ما لعبت في بطولات رسمية، كانت جميعها مباريات ودي تجريبية. نعم. مع منتخبات أخرى. في موسم 96-97 تم استدعاء إعارة ميلان ماتشالا من نادي كاظمة إلى المنتخب. نعم. وكمل باقي التصفيات كأس آسيا 96 مع الفريق مع المنتخب، ويت بطولة كأس الخليج اللي هي في شهر 10/96، وتم اختياري من ميلان ماتشالا مع إخواني اللاعبين في نادي كاظمة وباقي إخواني اللاعبين في الأندية الأخرى. لكن أنا اعتذرت في ذاك الوقت، كان يصادف حفل زفافي في نفس الشهر.
وبعدها تم استدعائي في موسم 97-98، هم كانت فترة مباريات التجريبية تجهيزاً حق البطولة العربية كانت تقيم في لبنان، وتم تأجيل البطولة بعدين وما تم، ولي جاء وقت البطولة بعد التأجيل كنت في إصابة وما تم استدعائي مع الفريق لأن مشاركاتي كانت قليلة. نعم. وآخر الموسم كانت، وتم استدعائي مرة ثانية بعد غياب مثل ما يقولون في موسم 2001. نعم. حنا خلنا أبو خلف نرجع على صعيد النادي، بما أنه وصلنا مع نادي كارما تقريبا إلى موسم 97-98 يمكن، والحديث عن ذاك الوقت بعد ما حققته كأس ولي العهد والفوز على القادسية بالنهائي. فزنا على القادسية في النهائي في ذاك الوقت. نعم. والدوري مثل ما قلت لك حققه نادي السالمية. نعم. وحققنا احنا كأس الأمير. في الموسم حققت كأس الأمير وولي العهد بخلف. ايه. البطولتين. نعم. في موسم 95-96 حققنا الدوري. حققنا الدوري فيه وحققنا كأس سمو الأمير. في أحد تغير على التشكيلة في ذلك الوقت أبو خلف؟ إيه. منو اللي انضم لكم؟ يعني شوف، هو ما في أحد طلع مثل ما يقولون، يعني اللاعبين اللي طلعوا لظروف دراسة أو العمل. تقصد أنه ما في أحد انتقل يعني؟ إيه لا ما في أحد انتقل إلى نادي آخر، ولكن صعدوا معنا لاعبين من المراحل السنية، لاعبين جدا جدا ممتازين في ذاك الوقت. كان إبراهيم الحمر، خليفة المشعان، ناصر العمران. نعم. كانوا فهد الرفاعي، كانت مجموعة واجد زينة. نعم. ما شاء الله كان يعتمد كثير على اللاعبين الشباب في ذلك الوقت. ما شاء الله. اي نعم. ويحب انه يبرز اللاعبين الشباب. ما شاء الله دائما يعتمد على اللاعبين الشباب، ودائما يحب هو انه يكون هو اكتشف هذا اللاعب. نعم. ف اللي ساعد اللاعبين في المراحل السنيه اذا وصلوا الى الفريق الاول في ذاك الوقت، اللاعبين القدامى كانوا هم أول من يمد يد العون لهذيل اللاعبين. جميل. لأن في ذاك الوقت اللاعبين اللي كانوا موجودين كانوا هم اللي ساندونا، هم اللي شجعونا، هم اللي حفزونا، هم إذا إحنا بغينا شيء من إدارة الفريق أو إدارة النادي كنا نلجأ لهم. فكانوا هم الداعمين الأساسيين. نعم. للاعبين المراحل السنية اللي صعدوا مع الفريق الأول. نعم. حتى في ذاك الوقت اللاعب كان يلعب مع الفريق الأول وهو ما زال يلعب تحت 19 سنة، يعني لعب موسمين على ما يوصل إلى الفريق الأول إلا هو متمكن. حنا في هالوقت ما قام يحصل هذا الشيء. اللاعبين المراحل السنية ولاعبين الشباب المؤهلين للفريق الأول ما قاموا يأخذون فرصتهم مع الفريق ولا الأول، ولا يلقون الدعم من اللاعبين، ولا يلقون الدعم حتى من اللاعبين اللي سبقوهم. شو السبب يعني؟ أبو خلف السبب تغيرت النفوس، يعني خاصة باللاعبين تغيرت النفوس. اللاعب الحين لما يجي لاعب من تحت 19 سنة نقول إلى الفريق الأول، إحنا قبل كنا نحصل الدعم حتى لو ألعب في نفس المركز اللي هو يلعب فيه. الحين لا، الحين اللاعب الأقدم يحس إنه مكانه راح يروح، وهذا جاء راح يأخذ مكانه، فيحارب اللاعب الصغير، فيحارب اللاعب الناشئ هذا اللي صاعد، وهذه شغلة ما هي حلوة. بالعكس، أنت المفروض أنت تكون من يدعم هذا اللاعب، لأن أنت يوم من الأيام كنت مثله. صحيح. فحصلت الدعم من اللاعبين اللي سبقوك، فلازم تدعم هذا اللاعب الناشئ اللي. فهذه من الشغلات اللي فقدت في الأوان الأخيرة، في الأوان الأخيرة في ملاعب في فرقنا.
دوري لنادي كاظمة كان موسم 95-96، ولهذا الوقت الحالي لم يحقق كاظمة الدوري. نعم. فكابتن فوز إبراهيم ما قصر، يعني اقتنع في وجهة النظر اللي أنا قلتها. نعم. فقال لي الله يوفقك، فانتقلت إلى نادي العربي.